بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. المهدي ما شرع تحسن يصلح كل الفاسدين، مهدي ما شرع تحسن يصلح كل الفاسدين. لا خمر ولا هروين، لا حشيش وكوكايين، مهدي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين. لا خمر ولا هروين، لا حشيش وكوكايين، مهدي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين، يصلح كل الفاسدين. ما ذنب هذا الشباب صار في أيدي الذئاب؟ جيل حاله الضياع يعاني كل العذاب، من يتعاطى الخمور أو يعيش باكتئاب. لا مدارس لا أخلاق لا ثقافة لا كتاب، منهج المهدي العلاج إنه أرقى خطاب. ما ذنبه هذا الشباب صار في أي ذئاب؟ كل حله الضياع يعاني كل العذاب، من يتعاطى الخمور أو يعيش باكتئاب. لا مدارس أخلاق لا ثقافة لا كتاب، منهج المهدي العلاج إنه أرقى خطاب، إنه أرقى خطاب. المهدي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين، لا خمر ولا هروين، لا حشيش وكوكايين. مهدي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين، لا خمر ولا هروين، لا حشيش وكوكايين. نصرخ منذ سنين والقلب رد أمين، لماذا يغفل الحال شباب من المسلمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين، على الرسول الهدى والصحابة الأكرمين. نصرخ منذ سنين والقلب ضد عينين، لماذا يغفل الحال شباب من المسلمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين، على الرسول الهدى والصحابة الأكرمين. مهدي مشروع الرسالي يصنع الشاب المثالي، الشباب أغلى ثروة شباب الإسلام خالي. إلى متى لا نبالي بانحراف الأجيال؟ إنها أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي. المهدي نجاة الأشبال حقيقة لست مغالي، المهدي مشروع الرسالي يصنع الشاب المثالي. الشباب أغلى ثروة شباب الإسلام خالي. إلى متى لا نبالي بانحراف الأجيال؟ إنها أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي. المهدي نجاة الأشبال لست مغالي. لقب مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين، لا خمر ولا هروين، لا حشيش وكوكايين. مهدي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين، لا خمر ولا هروين، لا حشيش وكوكايين. يا إلهي ماذا جرى؟ يا له ماذا أرى؟ لماذا تتحدى خمر وأفعال مدمرة؟ خذ مقدر ومبعد والعباد الآخرة، ودعته في تخلف أفكارهم ونثرة. المدينة جمعة أفكار مؤثرة. يا إلهي ماذا أرى؟ يا إلهي ماذا أرى؟ تتحدى خمر وأفعال مدمرة، خذ مقدر ومبعد للعباد الآخرة، ودعته في تخلف أفكارهم ونثرة. المدينة جمعة أفكار مؤثرة، أفكار مؤثرة. مهدي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين، لا خمر ولا هروين، لا حشيش وكوكايين. مهدي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين، يصلح كل الفاسدين. ما ذنب هذا الشباب صار في أيدي الذئاب؟ جيل حاله الضياع يعاني كل العذاب، من يتعاطى الخمور أو يعيش باكتئاب. لا مدارس لا أخلاق لا ثقافة ولا كتاب، منهج المهدي العلاج إنه أرقى خطاب. ما ذنب هذا الشباب صار في أيدي الذئاب؟ من حله الضياع يعاني كل العذاب، من يتعاطى الخمور أو يعيش باكتئاب. لا مدارس أخلاق لا ثقافة لا